اليوم احنا موجودين بمعرض هانز لنتعرف اكثر على ابداعات المرأة الاردنية ونعرف شو سر الشراكة بين هانز ورؤيا. تعالوا معنا خلينا نتعرف عليها اكثر. شاركنا بهانز عشان نعرف الناس على مشروع اسمه مشروع بقجتي أو ماجيك باج. هذا المشروع بيعتمد على ثلاث أشياء، هي أول إشي توفير الطاقة والجهد، وثاني إشي توفير بالموارد الطبيعية، وتوفير الغاز لست البيت. هلأ ست البيت بتحط الطنجرة على الغاز دقائق معدودة، الطنجرة بتحمى وبتاخد حرارة، لما تحطها بالبقجة بيصير في تدوير للحرارة بالبؤجة ومن خلالها بتكمل طهي الطعام، فنص الطبخة عم بيكون بالغاز والنص الثاني عم بيكون بالبؤجة. شاركت ببازار رؤيا؟ شاركت ببازار رؤيا. وقعتي؟ وقعت، نعم. شو رأيك؟ إن شاء الله خير، لسه ما بدأ بس إن شاء الله تكون الأمور تمام. شاركتي في البازار في موضوع الرسم اليدوي على الألبسة، أول مرة طبعاً بشارك في بازار الفور سيزن، وإن شاء الله تكون يعني مشاركة فاعلة وكويسة. شغلي هو الرسم على العبايات. الرسم على العبايات شيء جديد يعني بالنسبة للناس، يختلف عن باقي القطع. إحنا نشتغل لوحات كاليغرافي بالقطع العربي، في عندنا ستايلنا يعني مميز، إحنا بنشتغل الأشياء كلها كاستمايز طبعاً حسب طلب الزبون. بعمل شنط هاند ميد من الألف للياء، يعني من صناعة، من تغليف، من كل إشي، من رسم. إحنا بنجيب فضة وبنعمل تفصيل أي إشي، أي قطعة بدها إياها ممكن نفصل لها إياها. هلأ إحنا كبنات هنا دورنا بنعمل ديزاين أشياء، يعني بنعمل ديزاين لتعالي، ديزاين هاي مثلاً عيد الأم نعمل، للأعياد ميلاد ممكن نعمل، بنفصلها ومنبيعها. احنا اليوم سعيدين باطلاق بازار رؤيا، الموقع الالكتروني المتخصص ببيع الحرف اليدويه اونلاين في الوطن العربي. بازار رؤيا اجت الشراكه بينه وبين قناه رؤيا، بيننا هانز كشركه منظمه لمعارض متخصصه بالسيدات المبدعات بالبيوت واللي بينتجوا حرف يدويه واللي بيبحثوا عن وسيله تسويق وتوصيل للعالم. فاجت الشراكه انه احنا عندنا محتوى وعندنا كيفيه لاداره هيك موقع، وانه نفس الشيء رؤيا تامن لنا المنصه الإعلامية لتعلن عن هذا الموقع. اليوم في معرض كبير، في أكبر من تجمع من حوالي 200 مصممة ومصممات حرف يدوية ومأكولات وألبسة، طرحنا الفكرة قبل بفترة وأخذنا استجابة عليها عالية، وبلشنا إحنا كمان ننزل منتجاتهم. فاليوم في بيع زي ما بسموها أوفلاين وفي بيع كمان أونلاين. شكراً كتير لإلكم وعلى دعمكم المتواصل. سوق الهدايا هو احتفالية بنهاية العام، هو آخر معرض من معارض هانز، بنحتفل فيه بكل المصممات من مصر ومن العراق ومن فلسطين ومن الأردن ومن لبنان، مجتمعين كلهم تحت سقف واحد، مبسوطين بنهاية السنة بإبداعاتهم، بتصاميمهم الحلوة بكل المجالات، فاشن، ديكور، سعيدين جداً فيهم وبتغطية رؤية للحدث دايماً ودعمها للمرأة الأردنية والعربية.